اما الصف ده كام؟ الصف ده اعتقد ده اغلى من ده، الكرونوجراف اغلى من ده. دول في رينج الالف ونص. ودولت اللي هو الكرونوجراف دولت؟ دول في رينج الالفين. الالفين صح؟ وده ده الحريمي صح؟ كل دول حريمي ورجالي، يعني دي تنفع رجالي وحريمي دي؟ لا دي رجالي. اه دي رجالي ايوه صح، ودي رجالي وحريمي بالظبط، ودي رجالي ودي رجالي. دي تمشي الاثنين ودي كلهم يمشوا الاثنين؟ لا دي ما تمشيش الاثنين، دي ما تمشيش ودي ما تمشيش الاثنين. دي تمشي الاثنين طبعا الزرقاء دي. لا دي لا دي لا دي كبيره قوي، دي 47 ولا 46. دي ممكن تمشي الاثنين. اه صح، اما اللي تحت دي طبعا لا. هما اللي فوق دول بكام؟ هما الثلاثه دول؟ دول 345. 345 على تحديث النهارده كام؟ النهارده 3/2، النهارده 2/8/2019. 3/8 3/8/2019 يعني. لا بس كان ده بس شوية حاجات تانية. الاوتوماتيك سيستم 51 اهو. اللي شفت انت الروتور من ورا عامل ازاي؟ شفت الظهر منها؟ الظهر الروتور اللي بيتحرك ده بلاستيك وشفاف. تمام. اه انا دي كانت معايا الروتور دي، بس كانت لونها اخضر. انا اشتريتها بس يعني كانت لونها اخضر. الاوتوماتيك بيبقى شفاف من ورا. بيبقى سكيلتون بس مش، لا لا بيبقى فيه، لا فيه اللي هو بص في حاجات اللي هو ال 100 متر، لا ال 100 متر او اقل من 100 متر دي بتبقى شفافه، من بعد ال 200 متر بتتقفل الظهر بتاعها بيتقفل. تمام. عشان تبقى الظهر دي كده. لا بس دول فرنج ال 1700 اللي هو دولت اللي هم الورد التايمر والحاجات دي. اه لا بصراحه جامدين قوي. معلش انا جيت ضايقتك الصبح، بس بصراحه انا كان نفسي قوي اصور الحاجات دي، يعني لسه انزلها عندي على القناه. قال لهم من توكيل بي تي سي 3/8/2019 فرع الجولف. فرع الجولف، فرع فرع الكارفور صح؟ اه كارفور لابور. كارفور لابور كاسيو إليفس. هو مفيش هنا طبعا حاجه بتشتغل بالبلوتوث او جي بي اس؟ لا مفيش الكلام ده. الكلام ده انا انا بسمعه بره لكن ما سمعتوش هنا. الليكوست دي بقى غاليه بقى على كده؟ ايه الليكوست دي غاليه؟ اسعارها يعني؟ اه يعني في حدود كام؟ في رينج 3 و4. 3 و4 اني 3 و4 معلش كده يعني اني 3 في رجال ولا حريمي؟ تحت الرجال يعني، ده الحريمي اللي فوق مش الحريمي. طب الحريمي الرجالي؟ الرجالي كل دول في رينج 3 ونص 4 كام بنت؟ اه دي ب 3 جنيه؟ دي ب 3000 ونص؟ اه ايوه دول في رينج 3000 ونص. والخضره دي واللي هي الكرونوجراف دي اللي هي اللي الستانلس الستانلس اه الميتال. دي في رينج ال 4000. يا نهار ابيض. اه وتومي هيلفيجر هي على فكره اللي مغليها الماركه بالظبط، يعني هي السعر وجليان وتومي هيلفيجر دي برضو رينجاتها 3 و4 و5. في حاجات بتوصل فين؟ 5 البرتقاني دي اعتقد البرتقاني دي 5. دي لا دي ب 6 يعني. ايوه اغلى واحده تقريبا في التومي دي ب 6000. اه كبيره قوي صح. اه ب 6000. وانهي في دي ب 5 5 في بقى دي ب 4. انهي اللي ب 4؟ اللي هي العالمين دي اللي هي دي ب 4000. اه اللي جنبها برضو ب 4 الميتال. اه والكبيره قوي دي اللي هي اللي هناك دي اللي هي دي 4000 ونص. ما شاء الله يا جماعه. هو تومي غالي قوي كده؟ اه تومي غاليه. هي برضو اللي مغلياها الماركه اقسم بالله، يعني انا متوقع الماركه بس هي اللي مغلياها. هو اسم الماركه طبعا هي تومي. ما انا بقول لك الكلفن كلاين نفس مكنه التيسو، بس طبعا التيسو اعلى بمراحل يعني. كلفن كلاين مش ان التيسو صفار كريستال. هي دي هي دي هارد ليكس. اه دي ازاز عادي. اه دي صفاير ضد الخدش انا عارف. اه الصفاير عندي في الراديو والتيسو بس. ايه ده هي كلفن كلاين ما فيهاش؟ لا بس الكلفن كلاين سويس ميد زي التيسو. ما هي السواتش سويس ميد. السواتش سويس ميد السواتش على فكره هم كل دول التيسو تبع سواتش تبع سواتش واوميجا تبع سواتش وحاجات كتير قوي تبع سواتش. اسمها سواتش جروب. انا بكلمك هي حته يعني كلفن كلاين دي مش سافاير مش سافاير. يا نهار ابيض بلمان. الله بلمان. اه بلمان او بلمان بس دي رجالي اغلبيتهم اللي ينفع رجالي وحريمي اغلبيتهم بالزبط. الصغير ده ما ينفعش طبعا. اه الحاجات الصغيره دي لازم حاجه. ده بص انا عايز بس اعرف معلش
يعني اسعار بص ايه الاخبار؟ اسعار البص يعني 4 لحد 7000 دي ب7 اللي في النص دي ب7 بالظبط. عيب انا عرفتها بالزبط. انا عرفتها ليه بقى؟ واللي جنبها برده هتبقى فرنجي. لا هي دي شكلها ملفت شويه. واللي هي ببزل متحرك اللي هي عامله زي الغطس اللي هناك دي دي بكام دي برده؟ اغلبيتها برده على المخده اللي على اليمين ولا على اليمين؟ لا مش الزرع. دي هتبقى فرنجي 6500. وده الكاسيو. بس ايه ده؟ دي كاسيو غير اللي هناك. دي كاسيو برده زي اللي تحت تفصيل. كاسيو تفصيلر عادي. وده ايه ده؟ ده دي بيبي جي اللي هي بتاعت يعني ما عندناش ستاند بيبي جي لسه. اطفال 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 وحريمي يعني يعتبر الاثنين بالظبط. زي بس على الشغل على يعني شكل صغير ده هوجو بوس. لا مفيش هنا عندكم مومبلو. لا التيريس على اهو على تحديث 3/8/2019 التيريس اللي على اليمين دي او الاغلبيه في حدود ال 10000 11000 في الحدود دي. تي ريس اهو تي ريس. في بقى سي ستار. السي ستار ده عشق يعني الصراحه. السي ستار اهو ببزل متحرك اهو بتاع عشان الغطس. سي ستار سي ستار. تي تاتش. تي تاتش بكام؟ يعني التي تاتش اللي هي البيضه دي. البيضه دي ايوه الميتال البيضه دي عامله 7000. 7000 صوت عامله 9 9 اللي هي برتقاني. البرتقاني عامله 10 اللي هناك خالص دي عامله 17000. اوه اوه دي ليه دي؟ هي سعرها كده. دي ليه دي كده؟ يعني اللي هناك دي 17000 دي 7 دي 9 دي كام؟ البرتقاني بكام؟ ب 10000. البرتقاني 10000 بس اكيد اكيد في فرق يعني. ده تيسو برضه اللي هناك دي بس دي تيسو نسائي؟ لا لا في برضه شويه شويه اهو اهو. ده تيسو. كل ده تيسو كلاسيك عادي خالص بالظبط. كل ده كلاسيك. كلاسيك عادي. في كوتيرير اهي اسمها كوتيرير اللي هناك اهي خالص اهي. دي اسمها كوتيرير كوتيرير. لا دي دي تيسو بي ار سي 200 بي ار سي 200 بس اعتقد دي اكبر شويه. دي بي ار 100 بي ار 100. دي بي ار 100 اللي هناك دي مكتوب على المينا بي ار 100 اهي. دي اوتوماتيك دي. اهي دي مش اوتوماتيك. لا دي اوتوماتيك اهي مكتوب عليها اوتوماتيك اهي. لا دي اوتوماتيك. دي غاليه دي. لا دي غاليه دي. كل الجزء ده كده اوتوماتيك. لا ده غالي. ده الركن ده المولع ده بالظبط. ايوه دي عامله 17000. ايوه دي 17000. دي تلاقي المكنه بتاعتها اللي هي ال 7750. ودي كل دول اوتوماتيك. انهي دي 16. دي 16. ايه ده؟ ايه الفرق يعني؟ الفرق ان دي ميتال ودي جلد بس كده. ودي والله العظيم دي كانت معايا الصفره دي كانت معايا اللي هي الجولد. دي فرنج دي فرنج ال 14 دي. ودي باور ماتيك. انت عارف صح الفرق ما بين دي ودي؟ بص الفرق ما بين دي ودي. الباور ماتيك دي اسمها باور ماتيك بتقعد 80 ساعه. مظبوط. دي بتقعد 48 ساعه. مظبوط. باور ماتيك. الله ايه ده؟ ايه المنظر الجميل؟ ايه التيسو العجيبه دي؟ دي جي ام تي. فيها جي ام تي. لا ده ركن. ده ركن ابن لذينه ده اهو. ودي ثواني عايز ثواني اوريها بس كده. دي صح يا جماعه. دي في 8. دي الفي 8 اهو. انا معايا في 8 تانية اهي كنت انا جايبها عشان كنت عامل لها بولش. دي في 8 بس دي موديل قديم اللي في ايدي دي. ده الفي 8 الموديل الحديث اللي هو ده. الفرق ما بين الفي 8 ده وده ان فيها كراون جارد ان عدلوا في الـ في الـ في الاكره دي عملوا لها زي حمايه وظبطوا البوشرز اللي هي الزراير اللي فوق دي انها تطلع وتنزل عشان الزراير هنا دي مش بوشرز يعني ثابته وما بتتحركش. هبقولها لكم دي ليه. تالي انت اول مره واحد يجي لك بيفهم في الساعات قوي كده صح كده متعب قوي كده. لا على دماغي يا فندم. جي شوك اهي ده من توكيل لينك واتشز. جي شوك ركن جي شوك. جي اي 400 جي اي 100 مود مان 9300. انا ده اللي انا اعرفهم. اما دي لسه جديده. دي جي لايت دي لسه جديده اللي هي ب
فيها مد وجزر. جي اي 100 جي اي 110 هناك اهي 110. في جي اي 700 جي اي 400 بلوتوث جي بي دي 400 بلوتوث. دي الالارم، الالارم هناك اهي خالص اهي اهي الالارم. لا مش الارم اسمها فايبريتور، انا على طول بتلخبط فيها اسمها فايبريتور اهي. مادمين مادمين اهي فصل. في كمان فصل اوتوماتيك هنا اهي فصل. الفصل بحوالي 3495. الفصل الاوتوماتيك ب 4995. الفصل الاوتوماتيك جي اي 400 في حدود 3595 3.5. الفايبريتور انا بقرا ال بقرا بتاع الفايبريتور في حدود ال 3000 شيروكي. مفيش هنا شيروكي اوتوماتيك. فوسيل جي شوك، جي شوك المود مان بحدود 2695. ايه تاني ايه تاني الله اللي هي اللي فيها الستريب تراكر دي اللي هي دي اللي هي بت بت والجي اي 700 الله اللون الذهبي بتاعها سكر عسل يعني. الكورس طبعا للنساء. فيستينا كانديينو شيروكي حلوه. شيروكي دي حلوه. الشكل بتاعها ديزاين كده ديزاين قديم اللي هي المينا بومبي حلوه دي. حلوه برضو الشيروكي دي. هذه حلوة. القوس الاوتوماتيك السكيلتون دي بكام؟ دي في حدود 4995. 4995 معلش خليني اصور. اهي جي اي 700 اللي هي دي ب 3995 يعني ب 4000 جنيه. اللي هي جي بي اي 400 جي اي 400 في حدود 4695. يا نهار ابيض 4695 4000 ونص. من من لينك واتشز. لينك واتشز فرع كارفور لابور. انا هنا عند الشابوري الشابوري ستور في كارفور العبور. الغريب ان انا شايف الديسبلاي مطفيه بس المحل مفتوح. غريب قوي الناس دي يعني حاسس الناس مش عارف ايه. الشابوري ساعه كاسيو اهي حتى كمان مش حاطين الليبل او اللي هو البرايس ليست بتاعها مش حاطين سعر ليها. كاسيو اغلبيه كاسيو اللي هي بتبقى الايديفيس العاديه الكرونوجراف او الكلاسيك. في وستر ماركة وستر كويسة يعني معقولة. وستر دي براند كبير في السادية دي. السادية كبيرة يا جماعة ما يغركوش شكلها. السادية كبيرة شكلها كبيرة اوي. ماركة وستر الدكني حتى حاطين كمان الليبل شكلها شيك. دي عاملة زي الريترو جريد. هو دي جس ولا دكني؟ جس ودكني ووستر الاتنين مع بعض كله في بعضه. رومانسون وستر. في عندك وستر الشابوري. بس الغريبة مش عارف هو المحل قافل ولا ما اعرفش المحل نظامه. بس الشابوري